السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. تسبب حديث مرور صبيحة اليوم الأربعاء في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في بلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة. وحسب بيان للحماية المدنية، فقد دخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عيسى صبيحة اليوم الأربعاء وفي حدود الساعة 7:10 وخروج الإسعافات لأجل حادث مرور بين حافلة لنقل الأشخاص ذات 24 مقعد وشاحنة من نوع صافيام بالمكان المسمى الوهيبات على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية سيدي عيسى. كما أشار المصدر إلى أن الحادث خلف 5 مصابين لهم جروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 53 سنة. تم إسعافهم ونقلهم على متن سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء إلى استعجالات سيدي عيسى، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.